في ايه مالك؟ تليفوني اتحرق وانا اللاب بتاعي وقع اتكسر 100 حته. وده وقع ازاي ده؟ الحقيقه هو ما وقعش لوحده. اوعى يكون اللي في بالي. لا هو فارس شافني وانا فاتح اللاب قال لي اللاب ده جامد جه 100 حته. ليه اكدت لي المعلومه ليه؟ ده كان بيتصور بتليفوني وقال ان كاميرته حلوه. ايه ده؟ هو اللي جاي هناك ده؟ بقول لك ايه؟ لو معاك اي حاجه غاليه ارميها. كده تنزله من غيري؟ وانت انا مش برن عليك تليفونك مقفول ليه؟ مش انا تليفوني اتحرق وبتمشي بده. واو ده جامد قوي التليفون ده. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت عماره ايه؟ انا ايه؟ مش بترد عليا ليه؟ اصل عامله سايلنت. طب مش ناوي تنزل تديني السيشن تصوير بالكاميرا بتاعتك؟ ما هو اصل الكاميرا ثانيه واحده. ايه الكاميرا اتكسرت؟ بقول لك يا عم انا عايز اروح، انا لازم امشي. ولا حموده الولا عماره من ساعه ما راح الجيم والفورمه عنده بقت زبادي بالمهلبيه. ولا عماره الولا حموده بقى سريع قوي. العيال دي شكلها محسوده.